مرحبا خوتي، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم الجباش. هوايا 15 درهم وفين ما جلستو سولوا على راسكم. كاينه خاي الناس ما جاوش على حساب الاسعار وعلى حساب كاين شي ناس هنا ما كيحشموش كيبداو يجريزيو في عباد الله، هذا هو اكبر مشكل. مثلا الديور كتسيبهم ناقصين، لا علاقه، الديور خانزين كيوصلوا القيمه ديالهم 500 درهم 600 درهم، ومثلا الشوايه كيوصلوها 30 درهم 40 درهم. مثلا الحوت ديال الفريتوره، الحوت ماشي ديالنا، كيوصلوا حتى 200 درهم الكيلو. يعني الله يحسن العون، انت ما جيب وليداتك وعندك 7 ولا 8 الناس وما جيو غتلقى شويه السردين فيها 7 الحبات ب 30 درهم، هذا لا يعقل، فهمتي؟ هذا هو اكبر مشكل. وكاينين الناس دراوش بحال هيدا الشعبي كيحسبوا له 15 درهم، ولكن كيكون الاقبال ناقص شويه لان حتى المظاهر خداعه، فهمتي؟ هادشي اللي كاين اخويا، فهمتي؟ اكبر سبب هو هادشي، هذا هو ديال الاسعار. حتى المسؤولين اللي كاينين في البلاد ما كيراجعوش هاد الاسعار، مثلا يراقبوهم ولا فهمتي يدخلوا للمطاعم يشوفوا الاسعار ديالهم، يعني ضروري خص المراقبه. يعني الاثمنه اللي معقوله باينه واللي غير معقوله باينه، فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي عندنا في البلاد، فهمتي؟ انا ضد هذا الشيء يعني نهائيا، ما حاملش هذا المنطقه هذا، لان علاش كتشوف حنا كنخدموا هاد 3 ايام ديال الصيفيه على الشتوى كامله، ومني تجي ندينا تزيد هنا وهذا يزيد هنا وتجريو على الناس كاملين، يعني شنو غنخدموا في الشتوى ولا تسخانه من شنو غنخدموا، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. الناس اللي كيقولوا قطعوا الشواطئ ديال الشمال واش معاهم؟ لا انا يعني هذوك الناس عقاطة، يعني كل واحد حر في راسه، فهمتي؟ واما الشاطئ ما دار لك والو، يعني خصنا نشوفوا المسؤولين ونشوفوا اصحاب المشاريع وكذا هما اللي هذه. اما باش تجي انت تقاطع الشمال ولا كذا، هذيك حياتك، فهمتي؟ اللي جا مرحبا به واللي ما جاش مرحبا به. انتم كتبقاو نفس الثمن ولا احسن انتم كيوقع شي زياده عندكم؟ لا الزياده اذا وقع بزاف كتزاد 5 درهم، مثلا السردين اذا كان غالي غالي ما غاتفوتش 20 درهم، ومني كيكون رخيص 15 درهم 10 درهم. انا بعت ب 10 درهم هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام، كتصيب الصندوق ديال الحوت كيسوى 150 درهم، مني وصل 600 درهم 500 درهم خصها تتباع 15 درهم، فهمتي؟ ما تفوتش. يعني ملي كتوصل 30 درهم يعني كتجري على الناس نهائيا، يعني ما كايناش 7 السردينات، فهمتي؟ وكاينين هنا شي طائفه يعني ما كيحشموش، كينصبوا على الناس وفهمتي كيجريو على الناس، ما كيفكروش العواقب، كيفكر غير في ديك الدقيقه. العواقب هي هذه اللي فيها دابا، فهمتي؟ يعني من اول بحال دابا كانت حركه وكان نشاط وكذا وكلشي فرحان، دابا انت كتشوف يعني القضيه ناقصه بزاف، فهمتي؟ شكرا بزاف. الله يا اخي مرحبا بك. العام ناقص على العام الفايت، العام ناقص شويه بزاف ناقص، ماشي واخا في التجاره ولا في اي حاجه ناقص كاين. لا العام الغلا ما كاينش بالنسبه للكرا ولا كاين الغلا شويه في هاد الزياره اللي كيمشيو دايرين 25 الف على حسب الفلايك، هذيك اللي كاين شويه غير الحي ديال الديور الديور لا شويه. انا بيدي عندي الدار كنكريها ب 20000 25 بنقيه انا في الشارع. لا الا قارنا هذا العام هذا مع الاعوام اللي فاتوا، لا العام اللي فات المهم الاعوام اللي فاتوا 22 23 احسن من هذا العام هذا. يعني ناقص بزاف، العام ناقص بزاف، ماشي لا ما يمكنش. يعني الشمال علاش غادي يقطعوا؟ واش كاين شي ضغوط ولا ماش؟ يعني هي دابا من اول فيها مشات على الجبهه وهاد المنطقه الاسعار الغلا ما عاد شنو، دابا يمكن الناس مداك الشيء باش انقطعت ما نعرف. احنا ولاد سلا الناس الجود والكرم، الدراري دراوس، وتا هاد المدينه هادي مزيانه تبارك الله. كيفاش بناتكم الجبهه؟ واش اول مره غادي تجيب؟ اول مره غنجيو لمدينه الجبهه، هاد المدينه العريقه بالاسوار ديالها بالالوان الزرقاء بالبحر، داك الشيء ناضي تبارك الله، بالحوت السردين الكالامار اللي بغيتي تاكلو كاين تبارك الله ما شاء الله. الناس كيقولوا مقارنه مع العام اللي فات زعما هذا العام الناس قلالين، واش كيبان لكم فيه؟ لا بالعكس، هذا العام هو الناس اللي ولا فيه الناس زوينين، وتنقات الدعوه في مدينه الجبهه ولاو الناس غير زوينين وكل شيء زين هنا تبارك الله، كل شيء زين. كاين الناس بزاف الناس بارطاجوا واحد القضيه ديال انهم يقاطعوا السواحل ديال الشمال والقرى ديال الشمال. لا حنايا ماشي مقاطعون، حنا مع الناس ديال الشمال وتنبغيو الناس ديال الشمال، وسمح لنا الخاوه حنا ما عرفناكش بمره، قطع الله يدير الخير. العام اللي فات كان راه زين مزيان، كاين الناس موجود الخير تبارك الله. العام ناقص شويه، ان كاين بلاد باقيه كيصبحوا فيها شويه، ما كاينش الناس فاش يدوروا، ما كاين لا كورنيش، ما كاين لا جراضي، ما كاين لا والو، الناس كيمشيو بحالهم.
بقاوش هنايا في الجبهه. ما بقاوش هنا في الجبهه. هما كيقولوا فورا كان فعلا هذا العام كاين نقص، واش وصلت لكم شي حاجه صحيحه؟ البحر دابا الانسان على حسب الماده، العام الماده قليله شويه، الناس راه كثرهم ازمه شويه، كاين شويه الازمه، فلوس راه ما كاينش، العام الناس راه العيد اللي خلاهم ما صابوا باش يجيو، كيجيو يكريو دابا الدار 200 درهم 300 درهم 250 حتى 400 درهم، الدار الغالية هنايا في الجبل 600 درهم اللي على البحر، اللي كتشوف البحر كيطلبوا فيها 600 درهم ماشي اللي كاين. هذا العام هذا؟ هذا العام هذا. العام اللي قبل كانت شوية 700 درهم هكا كان باش موجود الحمد لله. كاين بزاف ديال الناس كيبارطاجيو في الفيسبوك قاطعوا الشواطئ ديال الشمال، واش سينا معاك؟ لا لا دوك الناس راه غير ما صابوش التربية اللي ربيهم، هذوك الناس غير العواء الصغار كيبداو يديروا ديك المشاكل هذيك على البلاد وصل. ما كاينش سقاطة. ما كاينش سقاطة، الانسان دابا العائلة اللي كيفهم شوية يكتب في الفيسبوك كيبدا ينشر على البلاد. قلنا هو خصو يشهر البلاد، يقول لهم الناس مرحبا بهم والبلاد زينة، الطبيعة والمناظر فيها زوين، ماشي غنكتب عليهم ونقول لهم راه كاين الغلاء كاين بزاف، الحمد لله كل شيء موجود، كاين الحوت موجود، كل الماكلة رخيصة شوية، ما كاينش الغلاء غير كيكتبوا عليها بأن الغلاء. ما كاينش الغلاء الحمد لله. راه كل شيء رخيص الحمد لله. فارق واه كاين فارق اه من اول كان عماره واليوم شويه وكا شنو في نظرك السبب الراوج غاليو عليهم ولا واه لا ما كاينش الغلا غير بشار قليل وصافي. هذا الوقت هذا بالضبط مقارنه مع العام اللي فات. العام احسن العام اللي فات. العام هذا شويه ناقص واه. الله يسركم. امين. السردين موجود. السردين الخير موجود. الله يسر. الله العظيم الله يعاون. المنطقه ديال الجبهه. ديال الجبهه. هذا العام شنو كيبان لك مقارنه مع الاعوام اللي فاتت؟ لا الاعوام اللي فاتوا كانوا زوينين وشمتي، كانت الجبهه كتعمر بزاف وكان كي الرواج، دابا هذا العام والو شمتي؟ هذا العام ما كاينش الرواج. الامور ناعسه وما كاينش الكرا، ما كاين والو اصلا، الناس كتزيد ما كتبقاش هنا. الجبهه صافي عرفوا شنو فيها، هاد البحوره هادو صافي عرفوهم الناس، دابا كيمشيو بلايص لاخرين وشمتي. الغلا هو اللي ما خلاش الناس تجلس في الجبهه وشمتي، الغلا وحتى الاشغال اللي كاينين هنا في لاكورنيش وداكشي، الناس ما كتلقاش في العشيه فين الدور. ما كاينش بزاف ديال البلايص، ما كاينش فيه تريح، ما كاينش قهوي، ما كاين والو. بحال العام الجاي ان شاء الله غادي يقدر يكون اقبال على هاد البلاصه هادي، غيكون عدلولا لاكورنيش وداكشي، تقدر تعمر واش انت هذا العام شويه وصافي. انت كتشوف دابا شهر 8 ومازال اخويا. انا قلت لك هادشي لما كيرجع لسميتو، الناس تخلص داك شهرين قبل سميتو، وربما حتى الغلا، الله اعلم، ربما حتى الغلا ولكن بزاف ديال الناس يفكروا ما يسافروش. ما نكذبش عليك انا، يعني المعلومات اللي عندي هي هذه والسلام. كنسمع بحال هيدا، يعني كيقول لك ما خلصوهمش شهرين في الاول، دابا ما كيستناو حتى يتخلصوا. هو كيدخلوا في شهر 7 واخيرا. هذا اللي كاين. سينا ابن المنطقه ديال الجبهه. انا من الجبهه. هذا العام هذا مقارنه مع الاعوام اللي فاتوا؟ لا من الاول كانت زوينه، من الاول كانت الدنيا عامره على هذا العام هذا. هو اقتصاديا هذا العام اقتصاديا الدعوه ناعسه، ماشي اما الناس كاين الدنيا عامره، ولكن الناس في شكال، يمكن من المواقع الاجتماعيه كيبقاو يكذبوا كيقولوا الغلا وهذه، وما كاين لا غلا لا والو، لا حتى الكرا 20 فرنك كيكري. الدار مفرشه، كل شيء ديالها، فيها السخان، فيها التلفزيون، فيها الكوزينه، كل شيء في الكوزينه. خصوصا الناس بداو كيبارطاجيو واحد القضيه ديال الناس قطعوا الشمال، قطعوا الشمال وسينا مع القضيه ديال لا لا المغرب واحد، علاش باش يقطعوا؟ علاش حنايا مفرقين ما بين الشمال والجنوب؟ ابدا ابدا. الشيء اللي كاين، المسلمين خوت، واخا يكون مهما كان هو مسلم، اصلا مسلم، ما نقولوش احنا من الجنوب ولا من الشمال ولا ريفي ولا امازيغي ولا حال بحال، كلشي بحال بحال. هذا الدنيا يا خويا، الله يعاونك، الله يعاونك.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.